بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. سنتعلم في هذا الدرس عن مكانة الصلاة. معكم الأستاذ ذؤي خليل، معلم لغة عربية ودين إسلامي، وسنتعلم أيضا عن الصلوات الخمس. قبل أن نبدأ بدرسنا، لماذا من المهم أن نتعلم الفقه؟ يعني موضوع الفقه، عبادات، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، أحكام البيع والشراء، لماذا مهم أن نتعلم هذه الأمور؟ أولا، حكم تعلمه الوجوب العيني فيما تتوقف عليه صحة العبادة والمعاملة. فعندنا الواجب نوعين، فعندي واجب عين وواجب كفاية. واجب عين يعني يجب على كل مسلم أن يفعله، يجب عليه يعني على كل واحد منا. الفرض الكفاية لا يجب على كل واحد منا، ولكن يجب على المجتمع ككل، على الأمة الإسلامية ككل، أن يوجد منها من يقوم بهذا الواجب. إذا قام به البعض سقط عن الكل. أما الواجب العيني يعني لا يسقط، يجب أن يقوم به كل إنسان منا، كل مسلم يجب أن يقوم به. فالواجب العيني يجب أن تتعلمه، ما تصح وما تتوقف عليه صحة العبادة والمعاملة. أنا أريد الآن أن أصوم رمضان، يجب علي أن أتعلم أحكام الصيام. أريد أن أصلي الصلوات الخمس، يجب علي أن أتعلم أحكام الصلاة، ويجب علي أن أتعلم ما تتوقف عليه صحة الصلاة. أن حتى أصلي لابد أن أتوضأ، إذن يجب علي أن أتعلم أحكام الوضوء. حتى أتوضأ يجب علي أن أعرف ماذا أستعمل، أي نوع من المياه أستطيع أن أتوضأ به، لذلك يجب علي أن أتعلم عن أنواع المياه، وهكذا. أريد أن أبيع وأشتري، يجب علي أن أتعلم أحكام البيع والشراء. أنا تزوجت، يجب علي أن أتعلم أحكام الزواج وهذه الأمور إلى آخره. يعني ما تتوقف عليه صحة العبادة والمعاملة يجب علي شرعا أن أتعلمه. فائدة تعلمه، لماذا نتعلم الفقه؟ لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. لأنه بالفقه أنا أتعلم الحلال والحرام، أعرف الحلال فأمتثل وأفعل الحلال، وأعرف النواهي، ماذا نهاني الله سبحانه وتعالى، ما هو الحرام، أعرف الحرام فلا أقوم به. ما الذي نعرفه من قبل؟ يعني نعرف أن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي عمود الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رأس الأمر الإسلام يعني الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الانقياد لله عز وجل، هذا هو رأس الأمر. وعموده، عمود الأمر يعني عمود الدين، هو الصلاة. تخيل يعني الخيمة، إذا أزلت العمود الموجود في الخيمة ماذا سيحصل في الخيمة؟ ستنهار الغرفة، البيت. إذا لم يكن له عمدان ماذا سيحصل في البيت؟ سيقع، سيسقط. وكذلك الدين، إذا ما كان الإنسان ملتزم بالصلاة، إذا ترك الصلاة سينهدم الدين، سينهدم الإسلام. فعمود الأمر، عمود الدين، الصلاة. لماذا عمود الدين الصلاة؟ لأنه تواصل يومي بينك وبين الله عز وجل، أنت من خلال الصلاة تتواصل مع الله سبحانه وتعالى. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. طيب، ما هي الصلاة؟ نحن نريد أن نتعلم الآن عن الصلاة. ما هي الصلاة؟ ما تعريف الصلاة؟ أولا، لغة الدعاء. عندما نتحدث عن تعريف أي شيء نأخذ هذا التعريف في اللغة. يعني في شو؟ يعني في اللغة، إذا أنت فتحت الآن قاموس في اللغة العربية، من حيث اللغة هذه الكلمة ماذا تعني؟ لها معنى يعني قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يؤمر المسلمون بالصلاة، كلمة الصلاة كانت مستعملة في اللغة العربية وكان لها معنى. طيب، ما هو معنى هذه الكلمة لغة؟ قلنا لغة معناها الدعاء، لذلك قول الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم، يعني وادعوا لهم. طيب، لماذا سميت الصلاة بالدعاء؟ لأننا في داخل الصلاة ندعو الله سبحانه وتعالى. وشرعا، شرعا هي أقوال وأفعال، هي أقوال يعني فيها أقوال وفيها أفعال، فيها أقوال مثل قراءة الفاتحة،
أنت في الصلاة تقرأ الفاتحة، الفاتحة قول. أنت في الصلاة تقرأ الصلاة الإبراهيمية، تقرأ التشهد، كلها أقوال وأفعال أيضا، ركوع، سجود، قيام، اعتدال، رفع من الركوع، هذه أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير. تبتدئ هذه الأقوال والأفعال بالتكبير، هي تكبيرة الإحرام، الله أكبر. مختتمة بالتسليم. كيف ننهي الصلاة؟ السلام عليكم ورحمة الله، بالسلام غالبا. ليش قلنا غالبا؟ لأنه في هنالك صلوات ما فيها أقوال وأفعال، فيها بس فقط أقوال ما فيها أفعال، مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة نحن لا فيها لا ركوع ولا سجود، فقط نتكلم في هذه الصلاة، نقرأ الفاتحة ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وندعو الله. فصلاة الجنازة ما فيها أفعال، وفي هنالك صلاة ما فيها أقوال، مثل صلاة الأخرس. أخرس عندما يصلي وفقط يفعل أفعال، لا يستطيع أن يتكلم، فهذه صلاة ما فيها أقوال. لذلك قالوا غالبا، غالبا الصلاة فيها أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. طيب نأتي إلى الصلوات الخمس. يعني نحن الفريضة، طبعا أنت تستطيع أن تصلي أكثر من خمس صلوات، نحن نتحدث الآن عن الفرائض. الصلوات التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا عددها خمس، أو عددها خمسة. ما هي؟ أولا صلاة الصبح، وصلاة الصبح عبارة عن ركعتين اثنتين. ثم صلاة الظهر، وصلاة الظهر أربع ركعات. ثم صلاة العصر أربع ركعات أيضا. ثم المغرب ثلاث ركعات، أما العشاء فأربع ركعات. هذا بموجز باختصار. الآن سنبدأ بالتفصيل. صلاة الصبح اسمها الصبح، اسم الصلاة الأولى الصبح، وهي لغة اسم لأول النهار. الأول يعني لماذا سميت هذه الصلاة بالصبح؟ لأنها تفعل في أول النهار. أول النهار في اللغة العربية اسمه صبح، وتعتبر جماعتها أفضل الجماعات. الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة منفردا. أنت تصلي الصلاة لحالك بالبيت جيد، لكن إذا صليت جماعة الثواب أكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. إذا يعني إذا أخذت 10 حسنات على صلاتك منفردا، ستضرب هذا العدد ب27 مرة إذا صليتها في جماعة. طيب أفضل الجماعات هي جماعة صلاة الصبح. يعني صلاة العصر جيد أن تصليها جماعة، وكذلك الظهر والمغرب والعشاء، لكن أفضل صلاة تصلى جماعة هي صلاة الصبح. لماذا أفضل جماعة؟ لأنه صلاة الصبح جماعة، إذا صليت الصبح في جماعة وكأنك قمت كل الليل. يدخل وقت، متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق، ويخرج بطلوع جزء من قرص الشمس. يعني يخرج وقت الصبح، لا يشترط أنه أن ترى قرص الشمس كله يرتفع، لا، يكفي أن يظهر جزء فقط من قرص الشمس حتى ينتهي وقت صلاة الصبح. صلاة الظهر اسمها، اسم هذه الصلاة الظهر. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تفعل في وقت الظهيرة، وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، أول صلاة بعد أن افترضت الصلوات على سيدنا رسول الله. أول صلاة صلاها المسلمون بعد فرض الصلوات الخمس كانت صلاة الظهر. أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرضت الصلوات الخمس كانت صلاة الظهر. فقيل إنه اسمها الظهر لأنها تفعل في وقت الظهيرة، وقيل سبب آخر لهذه التسمية أنها أول صلاة ظهرت في الإسلام. يدخل وقتها بزوال الشمس. سنأتي الآن ونفهم ماذا يعني زوال الشمس. ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء.
الزوال. ما هو الزوال؟ هو ميل الشمس عن وسط السماء. عندما تصير السماء الشمس في وسط السماء بالضبط، هذا اسمه الاستواء. إذا زالت، إذا مالت الشمس عن وسط السماء، كانت الآن الشمس في وسط السماء، نعم، هذا ليس وقت الزوال. وقت الزوال يبدأ متى؟ عندما تميل الشمس، تتحرك الشمس عن وسط السماء، هذا اسمه الزوال. وما هو الاستواء؟ الاستواء بلوغ الشمس إلى وسط السماء. لما تصير الشمس في وسط السماء بالضبط، هذا اسمه الاستواء. عندما تتحرك الشمس عن وسط السماء، اسمه هذا الزوال. طيب، عندما تكون الشمس في وسط في وسط السماء، الأشياء يكون لها ظل، يعني عندما كل شيء له ظل، هذا الظل الموجود في عندما تكون الشمس في وسط السماء، هذا الظل اسمه ظل الاستواء. طيب، كيف أعرف أنا متى تبدأ صلاة الظهر؟ صلاة الظهر قال لي يدخل وقتها بزوال الشمس، يعني الآن أنا الشمس في وسط السماء، عندما تنحرف تميل الشمس عن وسط السماء يبدأ وقت صلاة الظهر. طيب، متى ينتهي؟ إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء. ما هذا القلم؟ في عندما كان في وقت الاستواء كان له ظل. نفترض أنه هذا القلم، هذا في وقت الاستواء له ظل، هذا ظله في وقت الاستواء. طيب، هذا الطول، إذا كان عندي هذا الطول نفسه زائد ظل الاستواء معا، هذا هو إيش؟ يخرج وقت صلاة الظهر. إذن وقت صلاة الظهر عند الاستواء، وقت صلاة هذا يدخل وقتها، متى يخرج وقتها؟ إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء. أنا القلم هذا ظل الاستواء، وهذا ظل القلم، عندما يصبح الظل بهذا الطول يخرج وقت الظهر ويبدأ وقت العصر، وسنأتي على وقت العصر بعد قليل إن شاء الله. طيب، الصلاة الثالثة هي صلاة العصر، اسمها العصر، وهي لغة الدهر، يعني والعصر الله أقسم بالدهر، تقول على مر العصور، يعني على مر الزمان، وهي الصلاة الوسطى التي وصفت في القرآن الكريم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. متى يدخل وقت صلاة العصر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء وزاد قليلا، هذا شيء. الآن في وقت الاستواء هذا ظل الاستواء، ظل الاستواء. طيب، إذا صار ظل كل شيء مثله، نفترض أنه هذا طوله 10 سنتي، هذا الآن أيضا 10 سنتي، هذا 10 سنتي زائد ظل الاستواء. إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الاستواء وزاد قليلا، الآن هنا ينتهي وقت الظهر. إذا زاد قليلا، بدأ بالازدياد قليلا، يبدأ وقت إيش؟ وقت صلاة العصر. هنا وقت العصر، هنا ينتهي نهاية صلاة الظهر. طيب، متى يخرج وقتها؟ بغروب قرص الشمس. إذا يعني لا يكفي، عندما تحدثنا عن صلاة الظهر، القلم يفعل مشاكل. طيب، عندما تحدثنا عن صلاة الصبح، قلنا ليس هنالك حاجة أن يظهر كل قرص الشمس، يكفي أن يظهر جزء من قرص الشمس. هنا لا، يجب أن يغرب قرص الشمس كله، لا يكفي أن يغرب جزء من
قرص الشمس، قرص الشمس كله يجب أن يغرب. إذا غرب قرص الشمس كله ينتهي وقت صلاة العصر ويبدأ وقت صلاة المغرب. صلاة المغرب الصلاة الرابعة اسمها المغرب، وهي لغة وقت الغروب. وقت المغرب يعني وقت المغرب معناها وقت الغروب، وهي أقصر الصلوات وقتا، أقصر صلاة وقت الغروب. يدخل وقتها بغروب قرص الشمس، عندما يغرب قرص الشمس يدخل وقت صلاة المغرب، ويخرج بغروب الشفق الأحمر. عندما تغرب الشمس يبقى هنالك لون أحمر في الشفق، عندما يغرب هذا الشفق الأحمر تنتهي صلاة المغرب. طيب صلاة العشاء، صلاة العشاء اسمها العشاء، وهي لغة اسم لأول الظلام، وهي أطول الصلوات وقتا. إذن صلاة العشاء اسم صلاة العشاء لأنه صلاة العشاء تصلى في أول الظلام، وهي أطول الصلوات وقتا. يدخل وقتها بغروب الشفق الأحمر، ويندم تأخيرها إلى غروب الشفق الأبيض. يعني هنالك شفق أحمر، بعد الشفق الأحمر لدينا شفق أبيض، يظل هنالك لون أبيض. عندما يختفي هذا اللون الأبيض يستحب أن تؤخرها إلى هذا الوقت. طبعا اليوم نحن نعتمد على الساعة، يعني ما في أحد يستعمل هذه الأمور، لكن لا، من لا أحد يدري، في المستقبل قد نستعملها هذه الأمور. ويخرج بطلوع الفجر الصادق. ليش يخرج بطلوع الفجر الصادق؟ لأنه هذا وقت صلاة الصبح. فضل الصلاة، فضل الصلاة هي أفضل الأعمال. قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. كيف أحصل على هذا الثواب؟ أنا أريد أن أحصل على ثواب إني صليت الصلاة في أول وقتها. قال بالاشتغال بأسباب الصلاة بدخول الوقت، يعني دخل وقت صلاة الظهر أبدأ أشتغل بأسباب الصلاة. شو يعني أسباب صلاة؟ أنا حتى أصلي أحتاج أن أستر العورة، أحتاج أن أتوضأ، أحتاج أن أزيل النجاسة. إذا بدأت أعمل هذه الأمور في أول وقت الصلاة، أنا هيك أكون صليت الصلاة في أول وقتها. يعني الصلاة في أول وقتها مش معنى أنه أذن الآن والآن أبدأ بالصلاة، لا. إذا حتى أحصل على ثواب الصلاة في أول الوقت يكفي أنه أنشغل بأسباب الصلاة من طهارة وستر عورة ووضوء وإزالة نجاسة. الدليل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة في أول وقتها. هذه الصلاة الخمس مع الرواتب، هذا الجدول يفترض أن نحفظه. الفرض الصبح ركعتين، ومن السنة أصلي ركعتين قبلها. الظهر أربع ركعات الفرض، وأصلي قبلها ركعتين سنة وبعدها أيضا ركعتين سنة. العصر أربع ركعات فرض، المغرب ثلاث ركعات فرض وثنتين بعد سنة بعد الفرض، والعشاء أربع ركعات فرض ثم بعدها ركعتين سنة. ابحث عما يلي، لديكم عشر دقائق استراحة الآن، يكفي أن تبحثوا عن هذه الأمور. متى شرعت الصلاة وعلى ما يدل ذلك؟ بما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أذكر الحديث. النبي عليه السلام في حديث معكم في الكتاب شبه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، ما هو هذا الشيء؟ أذكر الحديث. متى شرعت الصلاة؟ أساعدكم، شرعت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. على ما يدل ذلك؟ أنه الله يعني أصعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وفي السماء هناك فوق شرعت الصلاة. هذا الشيء على ماذا يدل؟ ثم أكتب آيات تدل على فضل الصلاة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من الدرس بعد عشر دقائق، والسلام عليكم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي معكم في هذا الجزء الثاني من الدرس، وفي هذا الجزء سنتحدث عن أمرين اثنين. سنتحدث عن حكم تارك الصلاة، وسنتحدث عن وجوب صحة الصلاة أو خطأ شروط وجوب الصلاة. هذا خطأ مطبعي هنا. لدينا شروط، يعني شروط الصلاة نوعين. عندي شروط وجوب. شان شروط وجوب يعني مت إذا تحققت هذه الأمور يجب عليك أن تصلي. حتى تجب عليك الصلاة هنالك شروط. وشروط صحة الصلاة هنالك شروط حتى تكون الصلاة نفسها صحيحة. فهذا خطأ مطبعي، يعني شروط وجوب الصلاة لازم. طيب الآن هذه صحيحة، شروط وجوب الصلاة. شروط وجوب الصلاة مرة أخرى، متى أنا يجب علي أن أصلي؟ حتى تجب عليك الصلاة هنالك شروط. إذا تحققت هذه الشروط تجب عليك الصلاة. إذا تحقق نصفها لا تجب عليك الصلاة. لازم هذه الأمور كلها تتحقق حتى تجب عليك الصلاة. أولا الإسلام، يجب حتى تجب عليك الصلاة يجب أن تكون مسلما. هذا لا يعني أن الكافر لا يحاسب على الصلاة. المقصود هنا يعني نحن لا نطالبه في الدنيا بالصلاة، لكنه يوم القيامة سيحاسب على الصلاة. ثانيا البلوغ. شان البلوغ يعني سنأتي إلى ذلك، يعني الصبي الصغير لا يجب عليه الصلاة. العقل، المجنون مش مجبور يصلي. الطهارة عن الحيض والنفاس، وبلوغ الدعوة. أن هذه الشروط، هذا باختصار سنتحدث عن كل أمر من هذه الأمور الآن في هذا الدرس. أول شرط الإسلام، لا تجب على الكافر الأصلي. طيب وماذا أيضا؟ لا يقضيها إذا أسلم، يعني إنسان ليس مسلما الآن دخل في الإسلام وعاش مثلا 40 سنة من حياته ليس مسلما، هل نطالبه أن يقضي كل هذه الصلوات؟ لا. الآن أسلم، الآن يتجب عليه الصلاة. طيب كل ما مر معفو عنه، لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلوات. الشرط الثاني البلوغ، يجب أن يكون بالغا حتى تجب عليه الصلاة. فلا تجب على الصبي ولا مميزا. صبي عمره 7 سنوات يميز بين الأمور، لكن لا تجب عليه الصلاة. هذا نعم يعني والده يأخذه إلى الصلاة حتى يصلي معه في المسجد، يعلمه على الصلاة. كذلك المرأة الأم في البيت تعلم ابنتها الصغيرة على الصلاة، ولكن هذا تعليم، يعني لا يجب عليها أن تصلي. متى يجب عليها أن تصلي؟ عندما تبلغ. طيب ما هي علامات البلوغ؟ كيف أعرف أنه هذا صار بالغا؟ هنالك علامات معينة. إذا ظهرت هذه العلامة لا يعني لا يشترط أن تظهر كل هذه العلامات، تكفي علامة واحدة فقط. إذا ظهرت علامة واحدة فقط فهذه علامة البلوغ. أولا بلوغ 15 سنة قمرية. لما الواحد يصير عمره 15 سنة قمرية، يعني يمكن 14 سنة ميلادية تقريبا. إذا صار عمره 15 سنة قمريا يجب عليه، بصير بالغ. الاحتلام، والاحتلام هو خروج المني في المنام أو اليقظة. إنسان كان نائما عمره 13 سنة، كان نائما استيقظ وجد شيء أبيض مني، يجب عليه، صار بالغا الآن. خروج المني تصير بالغا وتجب عليك الصلاة. طيب معناها يعني إذا إنسان احتلم قبل أن يصير عمره 15 سنة هذا صار بالغا، مش معناه أنه نستنى تيصير عمره 15 سنة، لا. إحنا بنتحدث عن إذا ظهرت علامة واحدة فقط يصير بالغا، لا يشترط أن تظهر كل هذه العلامات. الحيض في الأنثى، هذه طبعا العادة الشهرية بالنسبة للبنت للأنثى. إذا حاضت قبل 15 سنة صارت بالغة. طيب إذا حاضت وهي عمرها 16 سنة متى نحكم عليها بالبلوغ؟ إذا صار عمرها 15 سنة. يعني أول علامة تظهر هي هي التي نأخذ بها. إذا بلغ الإنسان عمره 15، الولد عمره صار عمره 15 سنة ولم يحتلم يصير بالغا. إنسان احتلم قبل 15 سنة يصير بالغا. إذا ظهرت علامة واحدة فقط من هذه العلامات
نحكم ببلوغه. العلامة الأخيرة، الشرط الثالث، العقل. فلا تجرب على المجنون أو المعتوه. المجنون هو الذي لا عقل له، لا يعقل، لا يوجد لديه عقل. المعتوه لديه عقل ولكن عقل صبي، يعني عقله مثل عقل الولد الصغير، عمره 40 سنة مثلا ولكنه يتصرف تصرفات ولد عمره 13 سنة، 12 سنة، 7 سنوات. هذا اسمه معتوه، يعني رجل كبير بالغ ولكنه يتصرف تصرفات الصبيان، يتصرف تصرفات ولد عمره 12 سنة. هذان الاثنان لا قضاء عليهما إذا عقلا. إنسان كان مجنونا لما صار عمره 20 سنة عقلا، صار عاقل، هل نطالب أنه يقضي كل هذه الصلوات؟ أبدا. إنسان كان معتوه ولما صار عمره 30 سنة صار عاقلا كغيره من العقلاء، هل نطالب بقضاء كل هذه الأمور؟ لا أبدا. مثل الإنسان الكافر إذا أسلم، السنوات التي مرت لا قضاء عليه. هذا طبعا شرط خاص بالمرأة، الطهارة عن الحيض والنفاس. الحيض لغة السيلان وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة، اللي هي بتسمى العادة الشهرية عند النساء. إذا كانت العادة الشهرية عند المرأة 5 أيام، هل يجب عليها أن تقضي هذه 5 أيام؟ أبدا، هذه يعني مسامحة، لا يجب عليها أن تقضي هذه الأيام. والنفاس أيضا هو الدم الخارج عقب الولادة، إذا ولدت المرأة يخرج منها دم في هذه الفترة لا يجب عليها أن تصلي ولا يجب عليها أن تقضي هذه الصلوات أيضا. الشرط الأخير، بلوغ الدعوة. فلا تجب على من لم تبلغه، كمن عاش في شاهق جبل. إنسان يعيش في جبل شاهق لا يرى أي إنسان، يعيش وحيدا، لم تبلغه الدعوة، لا يعرف أن هنالك قرآن وأن هنالك نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، أو قد يكون هو مسلما، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكنه أسلم وهو يعيش في شاهق جبل بعيد عن الناس، لا يخالط الناس، لا يعرف أنه في هنالك شيء اسمه صلوات 5، هذا لا يجب عليه الصلاة. لماذا؟ لأنه لم تبلغه الدعوة. ويشترط أيضا سلامة الحواس، فلا تجب على من ولد أعمى أصم. إنسان إذا كان إنسان صار أعمى وأصم بعد ما ولد في أثناء حياته، ولد طبيعيا، نحن نتحدث عن ولد واحد خرج من بطن أمه لا يسمع ولا يرى، هذا أيضا لا تجب عليه الصلاة. لكن إنسان لا ولد يرى ويسمع ولكنه أصيب بالعمى والصمم بعد أن ولد، لا، هذا تجب عليه الصلاة، لأنه هذا تستطيع أن تتعرف، يستطيع أن يتعلم الكتابة على الأقل. لكن إنسان أعمى وأصم ولد هكذا، لا. فإننا نختم هذا الدرس بحديث نبوي قال، 4 يحتجون يوم القيامة. يوم القيامة هنالك 4 يحتجون، 4 يتكلمون، يقولون نحن لدينا حجة، نحن لا نستحق أن ندخل إلى النار. من هم؟ رجل أصم لا يسمع شيئا، رجل ولد أصم لا يسمع أبدا، نحن لا نتحدث عن إنسان مرة أخرى، رجل أصم مش معناها أنه كان عمره 20 سنة أصيب بالصمم، لا، نتحدث عن رجل ولد هكذا، ولد لا يسمع شيئا، فهذا يحتج. والرجل أحمق، رجل أحمق مش معناها غبي، رجل أحمق معناها مجنون لا عقل له. ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم، الآن سنتحدث عن كل واحد من هذه الأمور. فأما الأصم الذي لا يسمع فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. الأصم بقول يا رب الإسلام جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأنا كنت لا أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول المعتوه
المجنون يقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا والصبيان يخذفونني بالبعر، البعر الذي الروث الذي ينزل من البقر من الحيوانات من الإبل. قال أنا جاء الإسلام وأنا مجنون معتوه لا عقل لي والصبيان الصغار يخذفونني بالبعر. وأما الهرم، الهرم يعني الخرفان مخرفن، فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. الهرم هنا في هذا الحديث لا يقصد به الإنسان الكبير في السن الذي يعقل، لا، نتحدث عن الإنسان عمره 80 سنة جاء الإسلام وهذا الإنسان ماله لا يعقل خرفن عقله مش معاه. وأما الذي مات في الفترة فيقول، في الفترة يعني قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، عاش في فترة ما فيها رسالة، عاش بين موت نبي ومجيء نبي آخر، فلم تصله رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ربي ما أتاني لك رسول، أنا ما وصلتني الرسالة، ما إجاش نبي من عندك وقال لي هنالك إسلام ويجب عليك أن تصلي. قال فيأخذ مواثيقهم، هؤلاء الآن الله يختبرهم يوم القيامة، مش إن احتجوا يوم القيامة؟ طيب الله لا يظلم أحدا. قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ فاليوم لا تظلم نفس شيئا وما ربك بظلام للعبيد، من صفات الله سبحانه وتعالى ومن صفات ذلك اليوم إنه لا ظلم اليوم، الظلم موجود فقط في الدنيا، الناس يظلم بعضهم بعضا، لكن يوم القيامة عدل مطلق لا أحد يظلم. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، يأخذ عليهم المواثيق أنكم الآن ستطيعون الله عز وجل. الذي لم تأته الرسالة الآن وصلته الرسالة، عرف الآن، الذي كان لا يعقل الآن لديه عقل ويستطيع أن يعقل. المجنون يوم القيامة، إذن يوم القيامة المجنون لا يبقى مجنونا، الله يعطيه العقل. الذي ولد أصم يوم القيامة يسمع، الذي ما وصلته رسالة الآن كل الأمور واضحة الآن يوم القيامة وهو يعرف الرسالة. فيأخذ عليهم المواثيق ليطيعنه، الآن أنتم لا حجة لكم الآن، سأخذ عليكم المواثيق أنكم ستطيعونني بما سأمركم به. فنعم يقبلون بذلك. فيرسل إليهم، يعني يرسل إليهم الله يبعث لهم ملاكا أن أدخلوا النار، النار موجودة أمامهم يوم القيامة يرون النار، النار الآن موجودة أمامهم، ويأتي رسول من عند الله سبحانه وتعالى يأمرهم أدخلوا إلى النار. طيب فمن دخلها الآن؟ هؤلاء الناس اللي احتجوا قسمين، هذا المجنون اللي احتاج، في المجانين احتجوا قالوا يا رب جاء الإسلام لا نعقل شيئا، طيب الآن الله يأمركم أن تدخلوا النار، أنتم لديكم عقل الآن وهذه أوامر من من؟ من الله، الله هو الذي يأمركم. طيب هنالك قسمان ينقسمون، قسم يدخل إلى يعني يطيع الله سبحانه وتعالى ويدخل إلى النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا فمن دخلها اللي برد على الله سبحانه وتعالى ويدخل بقدميه إلى النار كانت عليه بردا وسلاما، يعني لا يشعر بالنار لا يتعذب، هذه النار تتحول عليه بردا وسلاما. مثل مين؟ مثل سيدنا إبراهيم. طبعا الله قادر على كل شيء، مش سيدنا إبراهيم رماه قومه في النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هل سيدنا إبراهيم انحرق في النار؟ هل تأذى من تلك النار؟ أبدا، كانت عليه بردا وسلاما لم تؤذيه هذه النار، لو كانت فقط برد كان سيتأذى من البرد، نحن في الشتاء في البرد القارس نتأذى من البرد، لا بردا وسلاما يعني لا يتأذون، لا يعني كانت سلاما عليهم. لماذا تكون بردا وسلاما؟ لأنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى، الله أمرهم أن يدخلوا إلى النار، هم أطاعوا الله ودخلوا بأقدامهم إلى النار، فتكون النار عليهم بردا وسلاما.
ثم يدخلون إلى الجنة. يعني المجنون اللي كان ما فيه عنده عقل في الدنيا عندما يؤمر يوم القيامة أن يدخل إلى النار فيدخل إلى النار بقدميه لا يتأذى من النار، وهذا إيش بصير فيه؟ يدخل إلى الجنة. طيب ومن لم يدخلها؟ اللي شاف النار قدامه ووصلته الرسالة، جاءه ملك من عند الله عز وجل وقال له إن الله يأمرك أن تدخل إلى هذه النار، اللي دخلها تكون بردا وسلاما وادخل الجنة، والذي لم يدخلها اللي ظل واقف سحب إليها، تأتي الملائكة تسحبه وتدخله إلى النار. وهذا حديث في صحيح الجامع، حديث صحيح. تارك الصلاة جحودا، الذي يترك الصلاة الذي لا يصلي، نسأل نوعين، أنت لماذا لا تصلي؟ بعض الناس لا يصليها متكاسل، يعني كسل كسلان بدوش يصلي، وبعض الناس بقول لك أنا فيش صلاة بديش أصلي. طيب تارك الصلاة إذا كان إذا تركها جاحدا وجوبها، شو يعني جاحدا وجوبها؟ قال أنا فيش علي صلاة لا أريد أن أصلي، هذا يكون مرتدا عن الإسلام ويستتاب حالا، وحكمه حكم المرتدين، يستتاب يعني يطلب منه التوبة. ومن تركها تكاسلا هو تارك صلاة ولكنه إيش بقول لك لا أنا عارف إنه أنا مقصر أنا يعني يجب علي أن أصلي ولكنه متكاسل تهاونا يقول لك لا أنا سأصلي لاحقا إن شاء الله، هذا ما حكمه؟ هذا يسن أن يستتاب حالا، وحكمه حكم المسلمين. يعني الذي كان تارك الصلاة كسلا ومات، هذا هل نعامله معاملة المسلمين أم معاملة المرتدين؟ هل ندفنه مع المسلمين ونغسله ونصلي عليه؟ نعم، قال لك هذا إذا ترك الصلاة كاسلا وتهاونا يحاكم حكم المسلمين، حكمه حكم المسلمين. أما الذي كان يتركها جحودا إنكارا ينكر وجوب الصلاة يجحد وجوب الصلاة، هذا حكمه حكم المرتدين وليس حكم المسلمين. مهمة، على من تجب الصلاة فيما يلي. تعلمنا الآن شروط وجوب الصلاة. عصام ولد أعمى ولكنه يستطيع أن يسمع، نعم هو أعمى لا يبصر لكنه يسمع، إذا تكلمت معه يسمعك، هذا عندما يبلغ عاقلا هل تجب عليه الصلاة؟ عاصم معتوه، عقله كعقل صبي، عاصم عمره 20 سنة ولكن تصرفات وتصرفات ولد عمره 7 سنوات، هل تجب عليه الصلاة؟ أمامة ولدت سليمة الحواس وفي سن 18 أصيبت بالعمى وفقدت سمعها، هي الآن لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر، لكنها قبل 18 سنة كانت تسمع وتبصر، هل تجب عليها الصلاة؟ سامية تبلغ من عمر 6 سنوات، سامية عمرها 6 سنوات هل تجب عليها الصلاة؟ إذن هذه 4 أسئلة أعتقد أنها سهلة، أرجو أن تستمتعوا بحل هذه الأسئلة. شكرا على استماعكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.